مشاهدينا الأسواق تي في، أهلا ومرحبا بكم. كلنا كنعرفوا المرحلة اللي كتمر منها البلاد ديالنا، خاصة بغلاء الأسعار مؤخرا، الشيء اللي خلى واحد الاستياء كبير عند المواطن المغربي. اليوم جينا عند الخضارة باش نحاولوا أننا نسولهم على يعني السبب ديال الارتفاع ديال الأسعار، وشنو اللي كيخلي أن هاد الأسعار يعني تذبذب بين طلوع ونزول. شوفوا معنا هاد السيد هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير الشريف؟ بخير. لاباس الله يحفظك. السوق كيفاش داير؟ السوق أخويا غالي في بلاصتو بلا الجملة، السلع غالية بلا الجملة، وتا الشتا الله يرحمنا الشتا ناقص ما كاين الشتا. شحال تقريبا باش تكون الخضرة زادت في الثمن؟ الخضره اخويا حنا كنا دابا كنجيبوا السلعه رخيصه، دابا الخضره تزادت 3 دراهم و 3 دراهم و 4 دراهم في الكيلو في المارشي. يعني 4 دراهم كلها في كيلو؟ اه مزيوده هذه في المارشي. يعني امتى بالضبط زاد هذا الغلاء، وشنو السبب اللي خلى يعني الزياده في هذا الاسعار؟ الزياده اخويا راه بنادم الله الشخص الماء، الشتا ما كاينش، هذا الشيء باش القضيه السلعه. يعني كتشوفوا كخضاره انه الشتا حيت ناقص هذاك الشيء باش دابا بنادم تأزم الازمه، ما كاين لا ما لا والو مع هادشي ديال الكورونا وهادشي ديال. انت قلتي لي واحد الهضره ديال الشناقه، هما اللي كيطلعوا السوق ولا كينزلوا كيفاش؟ هو الشناقه اختي خويا راه مطيرين في السوق ضروري، راه الخضره بحال دابا خايزو ساوي 2 دراهم كيجيو الشناقه كيشري ب 50 خاصو يبيعو حتى هو ب 60 ولا ب 70، هما اللي كيزيدوا شويه في الثمن. كاين الناس ما عارفينش يعني الخدمه ديال هاد الشناقه كي دايره ومنين كتبدا، يعني تقدر تقربني اكثر من هاد الشناقه كي كيديروا يشريو وكي كيديروا يبيعوا لكم انتم؟ هو دابا الشناق حتى هو راه كيدخل دابا كيدخل على الكاميو بحال هكا، كيشري بحال هكا بطاطا درهم ولا 26 ولا 30، خاصو ضروري حتى هو يبيع ب 50 ضروري، خصو تا هو يربح. اللي كيبيعها ب 50 شحال باش كتبيعها انت؟ هو ضروري خصك تعاود تبيعها ب 80 ولا تبيعها ب 70 ولا 100، ضروري خصك حتى عندك الصير، كاين المصروف في المارشي كريو. وكي كتلقاو المواطنين اللي كيجوا عندكم، الكليان كي كيتعامل معاكم؟ الكليان تا هو مسكين راه كيجي الغلا، راه شي كتقول لي بطاطا 80 كيقول لك راه غاليه بزاف عليا، ما عندك ما دير لي. كتلقاو مشكل مع الكليان؟ كتلقى مشكل مع الكليان، والكليان مسكين كيشوف حتى هي كيصبر وكيحضر راسو يتقاد اش غايدير، ما غايمشي بلا خضره لدارو. واخا الدرويش كيفاش عايش معاكم؟ كيداير الحاله ديالو؟ الدرويش مسكين، الدرويش راه ليه الله، الدرويش اش غايدير، الدرويش غايصبر. بالنسبه للرواج كيداير الرواج دابا ملي طلع الثمن كيجيو الناس ولا صافي طاح الرواج؟ هو انت كتشوف دابا انت السوق خاويه، بنادم الخضره غاليه عليه، بنادم كيدور تاعيه وكيقدر يدير لك عند 6 كيلو من الحاجه والعيبات ويسد يزيد بحالاته. دابا ملي شريت الخضره هكا الا بقات لك تطاح الثمن غتضيع فيها انت؟ وراه ضروري غتضيع فيها، ضروري راه اكثر كنلوحوا النص في السلعه. السلعه غاليه ما كتباعش، تجي بنادم كتقول لي ماطيش 140 ولا 160 كتجي غاليه يزيد بحاله، ولا يقدر يدي عندك 6 كيلو ولا كيلو. يعني مطيشه تقريبا شحال تقدر تصبر ليك في سميتو في الكوربه؟ 4 ايام 3 ايام؟ مطيشه راه ما فاتش يومين ديالها، الا فاتت يومين ديالها هو راه غطيب صافي كتخسر. كتولي كيولي عندك الكسور انت؟ كيولي عندك كسور، الكسور ضروري من الكسور. واخا شنو الرساله ديالك للمسؤولين وحتى المواطنين اللي كيبغيو يجيو انهم يشريو من عندكم، شنو تبغي توصل لهم؟ الرساله كنوصلها للمسؤولين، خاصهم يعاونوا شويه الشعب ويعاونوا الناس دراوش وعاونوا الفقراء. ماشي انتوما اللي زدتوا في الثمن؟ وشوفوا واحد المراقبه تكون في السوق ديال الجمله لحسابات الشناقه اللي كيدخلوا، هما اللي شويه كيخسروا السوق. يعني الشناقه ما كايناش شي مراقبه عليهم، يعني دايرين ما بغاو في السوق؟ دايرين حتى دايرين ما باغين في السوق، ما دايرين ما باغين.
تبارك الله عليك. اذا اخواني كان هذا كل ما في الموضوع، وكان هذا هو يعني من بين الاسباب اللي كيخليو ارتفاع في الاسعار خاصه في الخضره. وكما سمعتوا السيد اللي داز معنا انه كيقول كاين سبب اللي هو الشناقه اللي كيخليو ان الارتفاع في الاسعار يكون مهول جدا خاصه في هذه الظرفيه. هذه الرساله واضحه. اذا اخواني ما علي الا ان استودعكم الله. كان معكم حمزه اغنيم، خلف الكاميرا اشرف العوينه. تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.